السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن الفطام. طبعا هو موضوع مهم جدا انك تبقي عارفة عنه قبل ما تبدأيه عشان تعرفي تتصرفي. الأول زي ما اتكلمنا قبل كده عن البوتي ترينينج، احنا هنتكلم برضو نفس القصة عن النفسية. أول حاجة لازم تبقي متهيئة نفسيا انك تفطمي، يعني برضو هتاخدي لك مثلا أسبوع. اذا كنت بتشتغلي حاولي انك تقعدي من الشغل، اذا كنت مشغولة حاولي تقعدي، لان الموضوع محتاج انك تتفرغي له ليكي وللطفل. اول حاجة النفسية، تاني حاجة السن بتاع الطفل. هو يعني احسن سن هو طبعا لغاية سنتين، بس احسن سن اللي هو سنة ونص. بعد التطعيم بتاع السنة ونص، لان هو بيتعب الطفل جدا فيه، فبنفضل ان احنا نكمل لغاية سنة ونص عشان الطفل ياخد التطعيم في الوقت دوت بدل الاكل، لان هو طبعا بيبقى تعبان. طبعا لو انت عايزة تفطمي قبل كده او بعد كده برضو انت حرة. طبعا انت اضرب اللبن بتاعك كتير مثلا حلو للطفل، قليل حاسة ان هو مش بيرضع كويس، حاسة ان هو اللبن قليل ففي طمه احسن، ديت بقى حاجة ترجع لك انت يعني. بس هو يعني افضل حاجة بتبقى بعد السنة ونص. تالت حاجة امتى هتفطميه؟ احسن حاجة فصل في الشتاء، اولا عشان في الصيف هيبقى محتاج سوائل كتيره قوي لو هو اتفطم، يعني اللبن ده بيدخله سوائل كتيره قوي. لما انتي تفطميه هيبقى محتاج سوائل كتيره قوي، احسن وقت في الفطام هو الشتاء. رابع حاجه القرار، انك لما تاخدي قرار انك تفطميه خلاص ما ترجعيش فيه، لا ده صعبان عليا، لا ده هديله طب مره وخلاص، لا طب مش عارفه ايه، لا طالما قررتي انك تفطميه ما ترجعيش في القرار ده، لان انت يعني هتظلمي زياده، فخدي القرار قبل ما تبداي. خامس حاجه الطريقه بقى، احنا هنفطم ازاي؟ في يعني يا اما هتفطميه تدريجي ودوت احسن ليكي وليه، يا اما هتفطمي فطام مفاجئ. بس ده هيتعبك وهيتعبه، ده على برضه على حسب اللبن. لو اللبن عندك كتير وبيرضع كتير الفطام المفاجئ مش حلو ليه، لو هو بيرضع قليل واللبن عندك قليل فالفطام المفاجئ مش هيتعبك ولا هيضره. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن الفطام التدريجي. هتقللي عدد الرضعات، يعني مثلا لو بياخد 5 رضعات مثلا منك في اليوم او 6 هتقللي واحدة، بعد فترة بعد كام يوم هتقللي واحدة كمان، يعني هتمشي تدريجي. اللبن هيبتدي يقل في صدرك، واللبن وهو هيبتدي ان هو يتعود ياخد لبن منك اقل، وهيعتمد على الاكل اكتر. ده الفطام التدريجي. الفطام المفاجئ بقى هو مرة واحدة خلاص، هو خلاص مفيش تاني. لو اللبن عندك قليل زي ما قلت لك هو الفطام المفاجئ ما فيهوش مشكله. طيب هتعوضي ازاي الطفل عن الرضاعه؟ طبعا هيقوم بالليل عايز يرضع، ما فيش رضاعه هيعيط، هتحطي ازازه ميه جنبك ليه لما يقوم بالليل ويبقى عايز يرضع، هتشربيه ميه وتقومي ايه تتمشي بيه شويه في الشقه، هتحاولي ايه تنستيه تلهيه مرة مع مرة مع مرة، يوم ورا التاني هتلاقيه هو أصلا بيقوم بالليل بيقولك بو مية أشرب، الموضوع هيجي إيه هينسى خلاص الرضاعة دي. طيب احنا ما اتكلمناش في الطريقة ازاي هتفطميه. أنا مش بفضل طرق الصبار والحاجات المرة والحاجات دي. يعني أحسن طريقة بالنسبة لي إما تحطي خل، هو ريحته وحشة جدا فهو هيشمه هيبعد. في أطفال طبعا ما بيهمهاش الكلام ده وبرضه بترضع. الطريقة التانية إنك تجيبي شوية بن بزيت زيتون، تحطي عليهم نقطتين زيت زيتون، تعمليهم زي العجينة كده وتحطيهم على صدرك، وهتحطي على صدرك زي مثلا كيس نايلون، يعني حاجة كده هتمنع بس ان البن دوت يقع من عليه. وقت ما الطفل هيطلب منك الرضاعة هيجي يشوف المنظر هيخاف، واو بقى في مشكلة بتاع، هيخاف ان هو يرضع، فانت هتبقي طب تعالي ارضع مفيش مشكلة، هو اللي هيخاف ان هو يقرب لك. ففي الناحية دي يبقى انت اللي منعتيهوش، هو اللي منع نفسه، تمام؟ ودي طبعا ما فيهاش حاجه مره، هو اصلا مش هيجرب، هو من المنظر مش هيجرب ان هو يقرب لك يعني. وفكره انك تحطي الكيس دوت عشان ما يجيش يطلب منك في مره تبقى انت مش عارفه تعملي ايه، ما هو ما فيش بن، لا خلي البن باستمرار خصوصا اول كام يوم في الفطام،
يعني حتى لو هتغسلي مثلا صدرك او كده، رجعي برضو اعملي نفس الموضوع ده وتحطي عليه، وقت ما يطلب هيشوفه هيلاقي الموضوع كده فهيسيبه تاني. تمام، دوت بالنسبة للطفل. بالنسبة بقى للأم، أنا من وجهة نظري إن الأم بتتعب جامد في الموضوع دوت، يمكن أكتر من الطفل، خصوصا لو اللبن عندها كتير وعملت فيتام مفاجئ. أولا اللبن بيحجر في صدرها، بيبقى عامل زي الطوبة، بيفضل يتنفخ 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 لحد ما يبقى، بصي يعني بجد هينفجر، هتبقي مش قادرة تشيلي حاجة، بتمشي بالعافية. يعني لو بتنزلي شغل فبلاش انك تنزلي في الفترة دي، لانك فعلا مش هتعرفي تمشي. اللي هيلمسك بس يعني، او خبطتي في حيطة في باب بتاع، هتحسي بألم فظيع رهيب. بس هو اسبوع وهيبتدي يقل، اول ما اللبن بيزيد لغاية اخره بيبتدي ينشف تدريجي وبيقل. تمام، الفترة دي بلاش تشفطي فيها صدرك ولا تعصري، الكلام ده مهم جدا، لو عصرتي اللبن هيجي تاني، شفطتي اللبن هيجي تاني، هو لوحده هينشف وهيقل تدريجيا. لو حصل اي حاجة تانية، حصل سخونة في الجسم، حصل سخونة في حسيتي ان هو عمل مدة، اي حاجة غير الطبيعي تروحي تكشفي، الموضوع ده بيبقى مش طبيعي. تمام، لكن غير كده مجرد ان هو بس اتحجر وكبر وخلال اسبوع خلاص مفيش مشكلة، هو ده الطبيعي أصلا. طيب عايزة بقى تاخدي مثلا حاجة تنشف اللبن بقى خالص، الدواء مش بيمنعه ان هو يكبر ويحجر والكلام ده، لا، الدواء بيساعده في ان هو ينشف اللبن. في نوعين من الأدوية موجودين في الصيدلية، أول حاجة اللاكتوديل. اللاكتوديل دوت جرعته بتبقى نص قرص الصبح ونص قرص بالليل، بس الأعراض بتاعته وحشة قوي، يعني صعب تتحمليها، دوخة، غثيان، وانت قاعدة ما تيجي تقفي تروحي حاسة بدوخة جامدة قوي، تروحي قاعدة تاني، بيوطي ضغط الدم. اللي عنده ضغطه عالي ما ياخدوش خالص، لان هو اعراضه اصلا لوحدها كفاية. في دواء تاني اللي هو الكبرجمون. الكبرجمون دوت بيتاخد برضو، هو قرصين في العلبة، بيتاخد نص قرص الصبح ونص قرص بالليل كل 12 ساعة لمدة يومين، لان هما قرصين زي ما بقول لكم. الاسبوع دوت مثلا خدته سبت وحد، الاسبوع اللي بعده لو لسه في لبن انا مش هجرب لغاية الاسبوع اللي بعده، يعني مش هحط ايدي ولا اعصر ولا اشوف في لبن ولا مفيش لغاية السبت والحد اللي بعده. لو لسه في نقط لبن بتشوفيها هتاخدي برضو نفس الجرعة تاني، نص قرص كل 12 ساعة سبت وحد تاني. كده خلاص مش هتلاقي ان شاء الله لبن تاني. طبعا يعني هو لو هو مش مضايقك في حاجة فبلاش تاخدي علاج اصلا، لو بتفكري في حمل وكده فهو ممكن يمنع الحمل، فساعتها هتاخدي علاج عشان ينشفه خالص وما يمنعش او يأجل الحمل.